غير حسام البدري اتمرنت مع مدربين كتير وكتير جدا من الاجانب، اكتر واحد حسيت انه كان عارف امكانيات سعد سمير؟ حسام البدري وكابتن فتحي مبروك برضو. نعم. من الناس اللي كنت مبسوط واشتغلت معاه فتره كويسه جدا. كل مدرب اجنبي يعني الواحد كان بيتعلم منه حاجه يعني او بيلقط منه حاجه. فكلهم جريدوا واشتغلنا معاه فتره برضو وتعلمنا منه حاجات. لكن انا بشوف ان بيسيرو كان مدرب كويس جدا. بيسيرو كان من المدربين الكويسين جدا. نعم. يعني ما لعبتش معاه كتير. يعني الموسم ده ما لعبتش معاه كتير، لكن بيسيرو من المدربين الكويسين جدا اللي كان كان معاه جهاز فني عالي جدا. والمساعد بتاعه هو اللي بيدرب بترو اتلتيكو. هو فايلر كان مدرب كويس. فايلر مدرب كبير. فايلر مدرب كبير، وفايلر عمل حاجه كويسه جدا. فرق معانا لما جه استلم الفرقه، فرق معانا بشكل كبير جدا على كل المستويات، وحط اساس كويس للفرقه. حتى لما جه موسيماني او مستر موسيماني جه استلم الفرقه على اساس كويس. فعمل بونا كويس، مستر فايلر عمل بونا كويس. ايه اللي حصل لفايلر؟ يعني فايلر الدور الاولاني وقبل الكورونا شخصيه الفرقه وشخصيه الفريق والانتصارات والسوبر المحلي والدوري كسبانين 15 مباراه من 16 ولا 16 من 17، والدوري اتحسم من بدري وماشيين في افريقيا بشكل محترم والدنيا تمام التمام. فجاه اتقلب حاله الدور الثاني. ايه من وجهه نظرك ايه اللي حصل؟ هو موضوع الكورونا، وهو يعني خلي بالك نفس اللي هو عمله ساعتها هو دلوقتي بيعمله مع النادي الياباني. لا بس هو راح اليابان خلاص، بس في اوقات كان بيكلمهم زوم ومش عايز يروح. لا، كان في حجر في اليابان لفتره طويله جدا، فكان هيروح يقعد مثلا 3 اسابيع ولا حاجه، ففضل يدرب هناك. لكن هو راح، واول مباراه قدر هو كان عنده مشكله كابتن شوبير في الجماهيريه بتاعه النادي. جماهيريه كبيره، الاجواء هو مش واخد عليها. ما بيعرفش ينزل يتحرك، ما بيعرفش يروح يجي. وبعدين زوجته كان بيشتكي لكم؟ لا مش بشكلنا احنا بس. مش شكل المقربين الموجودين يعني. فازاي الناس دي كلها بتحب النادي الاهلي كده؟ ازاي الناس دي في اي مكان بتلاقيهم؟ وبعدين جه موضوع الكورونا ابتدى يتاثر، وابتدت يعني موضوع زوجته ان الاجواء صعبه عليهم هنا وكده وقلقان، فابتدى يبقى في تغير شويه يعني. احنا حسينا زي ما حضرتك بتقول، لا ده كان حاجه تانية، ده مدرب وده مدرب تاني خالص. ابتدى يريح شويه، الامور تفك، فما كانش ينفع الموضوع يستمر يعني. لكن كان هو بقى صعب خالص. لكن كمدرب انت شايفه مدرب، لكن هو في الاول، لا في الاول اشتغل شغل كويس جدا، طور من اداء لعيبه كتير قوي يا كابتن. طور من اداء حمدي فتحي، السوليه، نقل لعيبه كتير جدا حته تانية خالص. ياسر، رمضان رمضان معاه كان هداف الفرقه وقوه هجوميه بالنسبه لنا. حسين الشحات، قفشه. فلا مدرب. وبعدين ريتم التمرين كان صعب، ريتم التمرين كان صعب على اي حد. تمرين اصعب من الماتش، فتنس عالي. هو كان عنده ميزه حلوه، محدش يتكلم معاه في لعب، محدش يتكلم معاه في اي حاجه، تشتغل وبس. ممنوع. انا كنت رجعت من الاصابه قعدت معاه 3 شهور. هو بيقول لك يعني لو اقول لك سلام عليكم كويس، لكن اهم حاجه التمرين. هو عايز يتمرن زي الحيوان. يعني هو كان بيقول لك اتمرن زي الحيوان. يعني يا جماعه بس هنا الحيوان هنا لفظ كويس بس عشان الناس يعني بكامل قوتك يعني فول باور تموت يعني نفسك. نعم. فهو كان بيطلب كده. وما تتكلمش معاه في الحاجات دي. فاشتغلنا معاه لدرجه ان هو ما اتكلمش معايا لمده يعني ما بيقوليش اي حاجه. فوجئت في يوم بيقول لي انت من اهم الناس عندي، وانت هتبدا النهارده، كانت اول مباراه بعد الاصابه، وهتبدا النهارده وانا معتمد عليك. وبعدين اشتغلت مع 4 ماتشات ورا بعض، كسبنا الاتحاد وكسبنا في افريقيا، لحد ما جالي بقى الاصابه الطويله اللي هي اللي عطلتني يعني. ففايلر مدرب يعني شايف ان هو فرق مع النادي الاهلي.